معنا لمزيد من التفاصيل والتحليل الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. تحياتي يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك دكتور اكرام. يعني دعني ابدا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي جو بايدن، وهو اول لقاء بين الرئيسين. كيف تقيم علاقات الامريكيه المصريه في ضوء هذا اللقاء؟ طبعا هو لقاء مهم على المستوى الثنائي بين السيد الرئيس وبين الرئيس الامريكي، ويمكن ده بيعتبر أول لقاء منذ تولي الرئيس الأمريكي بايدن للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أيضا بيكتسب هذا اللقاء أهمية. أهمية هذا اللقاء أيضا أنه بيرتبط بالعلاقات الثنائية القوية والهامة والتي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وأيضا بيأتي في إطار يعني او عقب تغيرات هامه حدثت في العالم في السنوات القليله الماضيه. العلاقات المصريه الامريكيه هي علاقات قويه، علاقات مستمره، ودي نقطه مهمه في رايي انها علاقات مستمره وقويه بصرف النظر عن شخص الرئيس الامريكي او الحزب الذي ينتمي اليه الراي. يعني كانت هناك علاقات قوية بين مصر والولايات المتحدة في عهد الإدارة الأمريكية السابقة، وهي إدارة الجمهور. الآن نحن في جاء إدارة جديدة منذ سنتين وهي الحزب الديمقراطي، ولكن مع ذلك ما زالت العلاقات قوية ومؤثرة، واللي بيطلق عليها الحقيقة علاقات استراتيجية. إذا هي علاقات قوية بتربط بين البلدين، وأيضا في حاجة مهمة في رأيي ان سبب قوه هذه العلاقات بيرجع ايضا الى وزن وتاثير مصر. مصر الدوله ومصر السياسه. تعتبر مصر حقيقه يعني نقطه ارتكاز ومحور للتوازن في منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي بتكتسب المنطقه كلها يمكن من الدور المصري القدره على الاستقرار والقدره على التوازن. نعم. إذن هي علاقات مستمرة، علاقات قوية، وعلاقات تتجه دائما إلى مزيد من القوة كما أشار إليه الرئيس الأمريكي، مزيد من التطلع إلى التعاون الوثيق مع مصر في دور مصر الدولة والمصر. دكتور إكرام، برأيك هل يعني أزمة الطاقة العالمية أم التطلعات الروسية الصينية في منطقة الشرق الأوسط، أي من هذين الملفين يعني دفع الإدارة الأمريكية إلى التوجه مجددا لمنطقة الشرق الأوسط؟ هو في الحقيقة عدة دوافع، يعني منها مشكلة الطاقة، هي مشكلة ترتبت وبيعاني منها العالم، ترتبت يمكن على الأزمة الأوكرانية وبتعاني منها بصفة خاصة الدول الصناعية الكبرى زي الولايات المتحدة وزي دول الاتحاد الأوروبي. وأيضا إذا أخذنا التوقيت في الاعتبار أن الولايات المتحدة تبحث عن حل لهذه الأزمة قدر الإمكان قبيل حلول الشتاء القادم، يعني الشتاء القادم بعد عدة أشهر، من المصلحة الأمريكية أن يكون حل لهذه المشكلة قدر الإمكان. هناك أيضا عامل آخر نعتبره من الدوافع، وهو التغيرات التي حدثت في النظام الدولي في السنوات الأخيرة. التغيرات في مراكز القوة، في مراكز التأثير، لم يعد النظام الدولي في رأيي يعتمد على الأحادية القطبية أو القطب الوحيد، بل بدأت تظهر عدة أخرى مؤثرة، ممكن نتكلم عن الصين، ممكن نتكلم عن روسيا، وبالتالي التغير الذي حدث في النظام الدولي هو أنه يتجه من في تقدير يتجه من الأحادية القطبية إلى التعددية، يعني تعددية الأطراف وتعددية ليس القطب الوحيد، وبالتالي ده أيضا قد يكون أحد الدوافع الهامة التي جعلت الولايات المتحدة تتجه إلى المنطقة في شكل هذه الزيارة. وهل هذه التعددية تصب في مصلحتنا أيضا؟ لا أنا مش فاهم السؤال. هل التعددية القطبية تصب في مصلحة منطقة الشرق الأوسط؟
بالتأكيد، معنى أنه لن يكون هناك طرف واحد يملي إرادته على الجميع، وإنما هيكون في نوع من التوازن، ونوع أيضا، ودي نقطة مهمة برأيي، نوع من المصالح المتبادلة. تجور أي عملية سياسية، السياسة تعرف المصالح المتبادلة، يعني مصالح لجميع الأطراف، ولا يستأثر بها طرف وحيد. نعم. طب دكتور إكرام، فيما يتعلق بالعلاقات العربية وتحديدا العلاقات المصرية الخليجية، والتي تمثل نمطا فريدا، نموذجا جيدا أيضا للعلاقات التعاونية والتفاعلية على مستوى الوطن العربي، كيف ترى يعني نموذج هذه العلاقة وهذا التعاون ما بين مصر ودول الخليج؟ طبعا العلاقات المصرية العربية والعلاقات المصرية الخليجية هي علاقات ذات طبيعة خاصة، وسبق أن أشار إليها السيد الرئيس أكثر من مرة، أن أمن القومي المصري بيرتبط بأمن القوم العربي، بيرتبط بأمن الخليجي. إذن هي علاقات قوية، علاقات مؤثرة، علاقات عندما تظل على هذه الدرجة من الأهمية وعلى هذا المستوى من الأهمية، فهي بتحقق في النهاية مصلحة العرب جميعا. عندما تكون هناك تعاون وتوافق بين مصر والدول العربية الخليجية، فإن هذا يصب في المصلحة العربية ككل، في مصلحة الدول العربية، وفي مصلحة الشعوب العربية. طب ارتباطا بذلك، كيف تنظر الولايات المتحدة ل يعني هذا الارتباط الوثيق بين مصر ودول الخليج؟ هل يمثل هذا نقطة قوة أم ضعف بالنسبة للولايات المتحدة؟ يعني أنا في رأيي إن ده شأن، يعني ارتباط مصر بالدول العربية الخليجية هذا شأن عرب. نعم. يعني لكن ما تتوقعه الولايات المتحدة الدول العربية، هناك ما يتعلق بالمصالح الأمريكية، ولكن على الجانب الآخر أيضا هناك المصالح العربية. فهذا التوافق المصري الخليجي هو في رأيي شأن عربي، ولكن يمكن أيضا أن يكون له آثار تداعياته ونتائجه الإيجابية على مناطق مختلفة من العالم، ولكنه هو في الأصل شأن عربي. يعني لا يوجد من يستطيع مثلا ان يعرقل هذا التقارب العربي او الخليجي المصري، وانما يمكن ان يترتب مصالح متبادله لاطراف متعدده. بل بالعكس، انا في رايي ان هذا التقارب المصري الخليجي سيساعد على مزيد من التدعيم للمصلحه العربيه ولتحقيق المطالب العربية المشروعة. نعم. أشكرك جزيل الشكر دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.